في موضوع مهم جدا، والعذراء والعياذ بالله وأسئلة مفتوحة في أي موضوع. يا هلا بكم جميعا، يا أهلا. أهلا 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 فيكم جميعا، أهلا 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 بكم جميعا مع قناة دكتور أوغستين. يا هلا يا هلا يا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا. يا أهلا بالجميع، أهلا بكل الحاضرين معنا. تعظم نفس الرب وتتهك روحي بالله مخلصي، لأنه نظر لاتداع أمتي فوزها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته لأجيل الأجيال. أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع افتحوا إنجيل لوقا ويروا جمال تسبيحة من العذراء. إلى عذراء طلتها وبنورها هليتها، إلى عذراء طلتها وبنورها هليتها، ظهرت طلت عارينا العذراء أم فادينا، زهري طلت عارينا عذراء أم فادينا، كلنا وقفنا ننادي اللي بنورك علينا. إلى عذراء طلت الله وبنورها هليتها، ظهرت طلت عارينا عذراء أم فادينا، ظهرت طلت عارينا إلى عذراء أم فادينا، كلنا وقفنا ننادي اللي بنورك علينا. يا مريم بكرة فوقتي شمس والقمر. على فكرة احنا يعني في أحسن حال، نشكر الله. سلام ونعمة نعيم، أهلا وسهلا حبيبة، أهلا وسهلا بافلوس. أشبه بكريت يا غابيوس، يا ابن يا راجل يا راجل، ما جننتنا يا جدع. يا بافلوس يا غابيوس بي، تبا لك يا ريس. حبيبي يا بافلوس، بافلوس الغالي، بيقول لك أشبه بكراتي.
خلاص بيبي كريتي غابس ماشي يا عم بابس يا هذا خلتني غابس بدل وسطينوس ماشي يا حاج. انا مبسوط مستقانيس ايام صوم العذراء ايام بركة مرتبطة ايام مش معناها ايه المشكلة. لا اغابيوس انا اغسطينوس مش اغابيوس. خدت بالك لماذا ندعو العذراء مريم والدة الإله؟ كتير بيطلع على السوشيال ميديا يقول لك ازاي العذراء والدة الإله ازاي، تقول له اصبر بس ما تمسكش يعني تركزش في اللفظ وتسيب المضمون، يعني خلينا نركز في ظروف عند والدتك ممكن، لكن مش عندنا فيوز المضروبة دي. خلينا نركز في نقطة إن والدة الإله معناها إن الله اتخذ منها جسدا وحد بنفسه كيانا بشريا، ليس معناه إن الله ما كانش موجود وكون منها حاشا، ولكن كنسوت تكون منها وليس اللاهوت بفعل الروح القدس وفعل المنعش. دي بعض الطوائف اللي بيقولوا كده، انا موافق معاهم بصراحة. بحب اسمع انت بتقول ايه، تعيش الله يخليك اسمعيني وانا بغني. سلام ونعم ساشا. العذراء حل الروح القدس عليها، الله الروح القدس روح الله يعني حل على أمنا العذراء، طهر أحشائها عشان المولود منها بلا خطية يتكون بلا خطية اتحاد، والناسوت وجد في الاتحاد، الناسوت وجد في الاتحاد، لذلك سميت أم الله زي ابن الله. ابن الله معناها كلمة الله مش معناها لفظ إن الله خلف يعني حاشا حاشا. فمنقفش عند اللفظ يا جماعة، منقفش عند اللفظ. مرحبا مرحبا بك. في صوت ولا ما فيه؟ اتفضل. طب هسه انا في بدي صوت اسالك سؤال، بما انه انت يعني قاعد بتحكي ابن الله، طب هسه يعني ليش ما كان سيدنا ادم ماشي هو ابن الله، ليش يعني اختار عيسى؟ يعني اثنين من كلمته، اثنين كلمة الله انا اقول لك واثنين من ليه. روحه. لا ما هو مش ليه اختار عيسى، لا استنى بس انا اقول لك، بس طيب اقول لك بس قول له انا معك. هل انا اكلمك من خلفيه مسلم صح؟ ثمانية ولا ايه؟ سامعك معك. تمام. حضرتك مسلم شيعي ولا سني؟ لا مسلم. لا مسلم. ماشي مش مشكلة. بص، هل آدم في القرآن زي عيسى في القرآن؟ نفسه في القرآن نفسه، يبقى أنت ما إنما قريتش القرآن، أنت بتقول لي في القرآن. نعم أيوه أنا بقول لك كده، ما قريتش القرآن. أقول لك اسمع الإجابة، حضرتك سألت السؤال اسمع الإجابة. شوف، ممكن أنا بدي أقول لك شغلة. أول شيء كلمة الله، الإجابة حضرتك تقول لي، هو أنت سألت وعايز تجاوب ولا عايز تسمع إجابتي؟ لا تفضل احكي. ماشي. نص القرآن اللي حضرتك بتتكلم عنه، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. تعالى بقى نتكلم فيه. ايه التشبيه العربي هنا؟ نوع التشبيه الموجود، تشبيه مفصل ولا بليغ ولا مجمل؟
وإيه الفرق ما بين المفصل والمجمل والبليغ؟ صديقي بغض النظر، كلمة مثل يعني نفس الشيء، ماشي؟ بغض عن البلاغة بغض وبغض النظر عن النظر، لا يا عم اهدى بقى عليا، اسمع، أنا تقول بقول لك بغض بغض النظر، النظر، كلمة بس على مثل، سعادتك والتشبيه، مجمل ولا مفصل ولا بليغ؟ ما فيش شوف، كلمة مفيش مثل يعني نفس الشيء، كلمة مثل ماشي؟ أنا لما أقول لك يعني الكرسي هذا مثل الكرسي هذا، معناته اثنين كرسي، ماشي؟ لما أقول لا، لك يبقى انت الشجرة مش فاهم شجرة النص النخيل صح دي ومش فاهم شجرة عربي صح. النخيل، مثلا الشجرة نفس مثل اهدى بس مثل الشجر. اهدى بس بقى، واسمع الاجابه، اسمع الاجابه، اسمع بقى الاجابه، اتفضل اسمع عشان اقول لك ان مش نفس الشيء، مش اتفضل نفس التشبيه. اتفضل لما يتقال، يا اخ عيسى، يتقال ان لفظ مثلا الشاب اسد، ده اللي يبقى نفس الشيء في كل حاجه، التشبيه البليغ. هنا التشبيه اللي في النص القراني مش تشبيه بليغ، مش بيتكلم تشبيه بليغ ما بين آدم وما بين عيسى. وعلى العموم عيسى في القرآن غير مسيح في الإنجيل، ولكن في بعض التشابه. طب إزاي آدم مش زي المسيح في القرآن؟ أقول لحضرتك، المسيح تفضل. اتقال عنه كلمة الله وروح منه، آدم ما اتقالش عنه إن روح منه. المسيح هيجي حكما طب دقيقة مقسطا، دقيقة آدم ما دقيقة اتقالش إن دقيقة هيجي حكما مقسطا. دقيقة شوي. أجاوب للآخر وبعد كده أقول اللي أنت شوف، عايزه. لو الله عز سمحت، وجل قال ولا حتى أجاوب تقطعه. للآخر ما تقطعنيش. طيب ماشي، تفضل أجاوب، اتفضل للآخر وكده أقول اللي أنت عايزه. اتفضل. كلمة الله وروح منه حكم مقسطا بشهادة رسول الإسلام، كل الناس نخست من الشيطان إلا المسيح عيسى ابن مريم وأمه مريم. يعني رسول الإسلام بيشهد شخصيا أنه هو نخس من الشيطان في الأحاديث. هل طيب آدم في كل الحاجات دي؟ طيب أول تفضل. شيء الله عز وجل قال: ونفخت فيه وإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآن هو من روح الله، في غلط في كلامي؟ آه في غلط، لأن في فرق أيوه ما بين الله ومن روح، سورة مريم 17 اتقال أيوه أرسلنا روحنا، ما قالش جزء من كل، قال روحنا. روح الكائن بدون روح يا أخ عيسى يبقى استنى، إيه؟ روحنا ما المقصود فيه روحنا؟ ماشي، سيدنا جبريل أرسلنا إليه روحنا، هات المقصود فيه الكلام ده من جبريل. تفسير، ماشي، الآن اسمع، تفسير شوف مين؟ شوف، جبت مين تفسير أنا مين ده بدي الكلام ده؟ اسمع، شوف شوف اسمع، أنا بدي أقول جبت لك شغلة. التفسير ده منين؟ هات شوف التفسير شوف، منين؟ بدي أوضح لك شغلة. التفسير احنا منين؟ يا زلمة خليني أكمل جبت لك. طب منين ان اسمع هو جبريل؟ هات التفسير، يا زلمة، خليني احكي لك، انت ليش هيك قول مستعجل لي يا اخي؟ منين اسمع، التفسير. طيب طب يا اخي اسمع مني، انت يا كل اشي زلمه قول لي عندك، التفسير جبت كل منين ان هو اشي جبريل؟ اتفضل. انت كل اشي قارئه او انت فايت الان، انت ما فوت دورت، انت فوت دورت شبهات. وين في شبهات؟ فوت دورت على الاسلام، يا ما بتروح. عم رد اسمع عليا، اسمع، ما هو اسألني، انا بدي اوضح لك، رد انا بدي عليا، قول لي منين يا جبت انه جبريل. شوف شوف اسمع، انت بدك تتجادل معي ولا ودك؟ خليني اكمل كلامي، لا تقاطعني، اسمع مني للاخر. انت لما تفوت بتدور وين في شبهات في القران، ماشي؟ بتروح بتاخذ التفسير اللي انت بدك اياه، تمام؟ ما بتاخذ التفسير اللي انت اللي انت اللي ايه؟ اللي ايه؟ رحت فين؟ عليه النعمة. غابي اسمه فاهم حاجة من الأخ العفريت. السلام عليكم. ازيك يا غابي؟ انت كويس؟ أبيوس أمسكك لك أجد حبا لك. بتضحك ليه يا عم؟ غابيس يعني ايه؟ معنى اسمه غابيس يعني ايه؟ ايه رأيك انت يا اخ؟ يا عم وانا مالي، انا عايز اسم حتى لو معنى غابيوس معنى حلو، وغسطينوس معناه المحترم ومعناه المبكر ومعناه كذا حاجة حلو، مش غبي فانا معناه عايز اسم، المحب. انا محتفظ باسمي يا عم. ما تزورش، انا بقول لك يا حبيبي، ما يا تزورش، محبوب، يا محب. لا تزور بالله عليك. طب بقول لك ماشي يا يا عم، دكتور، ماشي يا عم. ثانية بس يا أخ بابلس، فين الأخ يا عم اللي كان موجود؟
العود يا جماعة راح فين؟ العفريت أين انصرف؟ وبعد يوم مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من التراب، تيجي من النعمة يا روبن. تسأله جسد المسيح كون ازاي؟ الروح في سورة الأنبياء فيها اختلاف بس موجود إن روح الله من بقى علمك بقى البث، إن البث المسيح زيه هيقطع زي عندك يا روبن. آدم. بقول لك إيه، لا النت هنا حلو ما تقوليش كده حاجة كده ربنا يعني. طب شوف التعليقات يا عم. بس كان بس اتكلم على امكانيتها زي سمية والدة ولدها واحد عيسى في حديث عن عيسى شخصية عيسى القرآنية ببساطة التفسير. أخبار سلطة نيمة أقول حاجة للعالم شيري معنا ولا مع الأسف. ماري روتي بو ان قالوا لي ان ارقد أنا تاتي ام ترقوي ارقوي ارسخ جنبي اسمه بنتي أبو كان خيس أبشيري أما بنوتي كان أم اسمي أبتشي صارخ كان تي برسينوس أسميسي أمون أو صوتي أمون أفكان النوبي نان أهول بس كفاية كده. عسل عاش سافر يا جماعة الأخ بابلو يا جماعة الشباب طبعا احنا شعوب يشكروا كل الكل ويونان برضه نفس النظام كل شعب ليه طقس كانوا كده جدا عايزين نقول حاجة تاني ايه فراح يا ماريا انت الاخ بابلو هتشاهدها تيجي يا جماعه بس اقص يعني المفترض ان هنا احسن عندي انا شويه فانا قعدت هنا في الفتره دي عشان اعمل لكم البس كده اهو واتمنى يكون احسن من الاول فاعذروني لغايه غير ما تدينا خدمه كويسه تبا لها تبا لها تنزل ليه يا جدع نزلت لمين عندها ترانيم عايزة تقولها سلام أرثوذكسية سلام ونعمة نعمل ايه بقى عشان نقول بس تبي تمام في منطقة نظيفة نظيفة عذرا يا اخواتي الاعزاء المناطق الاهتمام بيها على حسب رقي المنطقة رقي المنطقة
يا ممره يا ميم يا ست الأبكار، قد قلت تعظيم من نور الأنوار، ونبت تعظيم من عند قد صار، وحملت الخلق كما لا يحتار. عايزين حد يبقى معاه في اللحن، حد يقول ربع ربع بس طويل عشان هنشعل الليلة، هنشعل الليلة. يا ميم طريقة يعني الطريقة تبقى برنس بس قطع جدا كوري بحر، مش كوري بحر هو، بس ده مضطهد مش مشكلة. يا ممره يهمي يا ست الأفكار، قد نلت تعظيم من نور الأنوار، ووهبت تعظيم من عنده قد صار، وحملت الخالق من ذا يحتار، صرت معجوبة الرمح محبوبة، وفي الإنجيل يعطوني في كل الأجيال. يا إنتي قد الشاوبين من المنولدي، يا قديسة مريم وأنتي قد صرتي ألوانا، ولا تصيري حجاب للكفك أرباب التأمين، أقدم لك تعظيم في كل الأقطار، أنت يا أورشليم يا كرسيا مختار، والموعد الكريم أزل عنا العار، الإله العظيم خالق الأدهار. بافلوس، بافلوس صالح، يلا بافلوس هتبقى بص هذا يا هلا يا هلا يا هلا يا رب. لا 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 بلغت، لا احنا كفايه علينا الانترنت يا جماعه، طب بلغت ورحمة، ارجوكم، ورحمة خالي رياض، احنا عايزين شوف نشعل الليله وليله. يا دكتور، ورحمة خالي رياض اللي ما بحلفش بيه كذب أبدا، البث بيقطع تقطيع فظيع. بالله عليكم قطع قطيع، ايوه واحكم من صغير. يعني عندما جيت تصرخ انت وتقول من المانولتي، دي كانت في التقطيع بايظه خالص خالص خالص. طلع طلع المديح وربا وربا عشان على بعضين بعد هو الانت يعني نزلت. طب برضه رحمة خالي رياض ما فاهم منك حاجة. هل تسمعني؟ اتكلم تاني كده. لا كده حنام. لا انا بقول كده يا جماعة. اه صح الكلام، الربع جار. يا روبن يا روبن، والحل في هذا البث يا روبن، الدكتور لمدة بهذا المنظر، يعني نجيب نقرا له ربعين، يمكن ربنا يعني ينتح في صوره، يمكن ربنا ينفخ فيه البث ده ويبقى كويس.
لا انسى يا روبن انسى. امال يعني البهوات يكسبوا من فين يعني؟ لما نعمل لك انترنت مفتوح في مصر، دخلناش في السياسة يا عم. من المال الكيل يا ست الأرقام؟ في شوية بث في التعليق، حد يحل المشكلة. ده حلوة حلوة يا كريم. يا نب جاي جاي دلوقتي، جاي يا نايس، جاي يا نب يا نب يا نب يا نب. ايه ده معانا يا اخوان؟ يا نب 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 يا نب. البس يتعدل يا نب، يا نب البس يتعدل يا نب. نهان مش فايد دي.